قضية ترشيد المياه واحدة من أهم القضايا اللي بتشهد تحرك كبير من كافة مؤسسات الدولة، وعلشان كده جهاز تنظيم مياه الشرب أطلق مبادرة اسمها اعرف حقك، والهدف منها هنا هي توعية المواطن ونشر تكنولوجيا ترشيد الاستهلاك. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من الدكتور محمد حسن مصطفى، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تقول لنا أكتر تفاصيل عن هذه المبادرة، مبادرة اعرف حقك، وأهم المحاور اللي بتشملها هذه المبادرة. صباح الخير عليك يا أستاذة أدير والسادة المشاهدين. أهلاً وسهلاً. مبادرة اعرف حقك الحقيقة احنا اطلقناها في جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك من خلال موقع الجهاز وصفحته الرسمية على الفيسبوك، وبنستهدف بيها جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية، بهدف ان احنا ننشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المية في ظل الظروف اللي تشهدها الدول والعالم كله من ندرة المياه وضرورة ترشيد استهلاك المية. طبعا بغرض منها تحقيق التأثير الإيجابي وتغيير يعني السلوكيات والممارسات في التعامل مع مية الشرب والصرف الصحي. بننشر معلومات بتهم المواطنين، تعرفهم بحقوقهم وواجباتهم. طبعا قضية ترشيد استهلاك المية طبعا هي اللي بتمثل العامل الأكبر، بالإضافة ان طبعا كلنا النهاردة بنستفيد من التحول الرقمي والتقدم الهائل في منظومة التحول الرقمي، فبرضه بنعرف المواطن بتطبيقات الموبايل ابلكيشن ازاي يقدر يقرا قرايته ويبعت قرايته لمقدم الخدمة ويسجل استهلاكه ويسدد فواتيره الكترونيا ويقدم شكوته وكل الخدمات الخاصة بخدمات مية الشرب والصرف الصحي، زي لو عايز يوصل توصيلة مية، يركب عداد توصيلة صرف صحي، عنده عداد فيه مشكلة يعمل طلب فحص للعداد، يستبدل العداد، ينقل ملكية عداد، يغير النشاط. عظيم. كل ده يا دكتور محمد كل ده من خلال التطبيق اللي موجود على الموبايل ابلكيشن، التطبيقات الموبايل ابلكيشن. طبعا النهارده كلنا طبعا بنهتم بالموضوع ده، الدفع الالكتروني وما شابه، فطبعا ده احد اهداف المبادره. طبعا برضو من ضمن اهدافها توعية المواطن بحقوقه وواجباته، وبالإضافة لكده الآثار السلبية اللي قد تمارس زي استخدام المية في غير الأغراض المخططة. زي إيه حضرتك بتتكلم في حقوق وواجبات؟ وواجبات إن هو يرشد استهلاك المية، إنما إيه هي الحقوق؟ حقوقه طبعًا إن الخدمة توصل له بالجودة الكافية. الجودة طبعًا مش معناها لون وطعم وريحة، ولكن كمان ما بفيش انقطاعات، لو في شكوى انقطاع بيبعت لنا الشكوى عشان نحلها له ونشوف لو في مثلا غير راضي عن الاسلوب المحاسبه بتاعه، فواتيره مش غير راضي عنها، برضو بيبعت لنا من خلال الموقع بالشكوى وبنقول له يعمل ايه. طبعا من خلال تطبيقات الابلكيشن طبعا ايه المواطن لما بيعرف اسلوب المحاسبه وبيعرف طريقه المحاسبه بيبقى في رضا وهو بيدفع الفاتوره بتاعته، الخدمه طبعا مقدمه له، ما فيش انقطاعات، الضغط كويس فيها، الكمية مناسبة، دي طبعا الحقوق. واجباته طبعا ان هو يسدد فواتيره عشان طبعا ما فيش استدامة الخدمة من غير ما نقدر ان احنا نغطي تكاليفها. طيب دكتور محمد، احنا بنتكلم طول الوقت عن وعي المواطن وازاي الناس تبتدي انها ترشد استهلاك المياه، وده شيء غاية في الأهمية، لكن كمان عايز اعرف من حضرتك هل في تكنولوجيا ما جديدة مستخدمة في مسألة الترشيد؟ طبعا دلوقتي حاليا القطع الموفرة دي طبعا يعني برضو بنهدف ان المواطن يستخدمها زي ما بيستخدم اللمبة الليد النهاردة عشان يوفر الكهرباء بتاعته، برضو النهاردة عايزين المواطن يستخدم القطع الموفرة. طبعا دي بقت بتتصنع وبتتباع عند مقدم الخدمة. مقدم الخدمة بالنسبة للمواطن يعني هو ساكن في احدى المحافظات تبقى شركة المية اللي موجودة في المحافظة، لو ساكن في مدينة جديدة يبقى جهاز المدينة الجديدة اللي هو بيطلب منهم يا فندم انه يركب هذه القطع ولا لا؟ هو طبعا بيروح يشتريها من مراكز خدمة العملاء. طبعا دي منتشرة وبيلاقيها لو دخل على موقع الشركة اللي هو فيها او جهاز المدينة اللي هو فيها، بيبقى في المواقع بتاعه مراكز خدمه العملاء اللي هو بيقدر ان هو يروح يشتريها منهم. كيف تساعد القطع الموفره دي يا فندم في ترشيد الاستهلاك؟ هي بتوفر حوالي 50%، وطبعا دي عن تجارب عمليه عملناها طبعا قبل ما نطلقها،
واحنا الهدف ان هو يعني يشتريها من مراكز خدمه العملاء عشان يجد القطع اللي هي مطابقه للمواصفات الفنيه. وطبعا برضو على موقع الشركه او موقع الجهاز بنقول له لو هو حب يشتري القطع دي من بره، ولغايه دلوقتي يعني بتصنع يعني شركات محدده اللي احنا اعتمدناها اللي هي بتصنعها، يا اما بتتباع في مراكز خدمه العملاء او لو عايز يجيبها من بره بس يعرف النوع اللي هو المعتمد عشان ما يجيبش اي نوع. صحيح. طبعا بتقلل اندفاع المي. يعني بتنزل، هي عباره عن فكرتها كلها انها بتنزل كميه هواء مع كميه الميه، فبتقلل من كميه الميه اللي بتستهلك، فبتوفر حوالي 50%. لكن المواطن عمره يعني بيها باستخدامها ولا بيحس ان الكميه قلت، ولا يعني طبيعه الاستخدام بتتغير، يعني مستوى النظافه او كده في الكميه القليله دي لا، يعني ما بتتغيرش، لكن بيوفر له في استهلاكه 50%. ودي تجارب عملناها عمليا يا اما على استهلاكات منزليه او الاستهلاكات في المصالح الحكوميه. ده مهم جدا برضه. طبعا احنا ركبنا لغايه النهارده حوالي 1.5 مليون قطعه، مليون للمواطنين وحوالي 500,000 قطعه لكل المصالح الحكوميه والمساجد ودور العباده طبعا والنوادي والمراكز الرياضيه وما شابه، كل الانشطه الخدميه برضو ركبنا فيها القطع الموفره دي. هو طبعا احنا بنناشد المواطنين اللي عندهم الاجهزه قديمه ولسه ما ركبتش فيها قطع موفره، لكن النهارده كل القطع الخلاطات والحنفيات اللي بتنزل في السوق لا بتنزل بالقطعه، موجود جواها القطع الموفره. عظيم. انا هوفر 50% من الاستهلاك، فبالتالي الفاتوره هتنزل 50%. طبعا يعني برضو المواطن برضو من وعيه ان هو لما بيوفر 50% فاتورته بتقل للنص بالظبط، لانه بيتنقل من شريحه لشريحه اخرى، فبيستفيد بالدعم المقدم من الدوله. يعني اول استهلاك 10 متر ده الدوله بتدعمه ب 70%، يعني هو بيدفع 30% من قيمه فاتورته الحقيقيه. طيب يا دكتور كده يعني عايز اقول لحضرتك اخيرا، الناس لو حد عنده شكوى ايه قنوات الاتصال الصحيحه انه ياخدها؟ هو طبعا في خطوات لتقديم الشكوى. اول حاجه بيرجع لمقدم الخدمه بتاعه سواء شركه الميه او جهاز المدينه. ما اتحلتش الشكوى وما عندوش رضا ليها بيرجع لنا احنا في جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والارقام الواتس موجوده وممكن على صفحه الفيسبوك او موقع الجهاز يقدم الشكوى. عظيم. دكتور محمد حسن مصطفى رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.